أعلن المتحدث الرسمي باسم محافظة ذي قار أبو الحسن البدري اعتقال العشرات في أعمال الشغب الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة المحلية تمكنت من إدارة الملف بحكمة لدرء الفتنة التي أصابت المدينة. بعد الأحداث التي شهدتها محافظة ذي قار، الأحداث المؤسفة، خروج بعض المخربين الذين على أيديهم تم حرق ديوان المحافظة، استعلامات المحافظة، كربانات الحماية وجزء من الاستعلامات، وأيضا هناك قطع للجسور وقطع للشوارع وتخريب لبعض الشوارع في ذي قار. حضر هناك وفد أمني كبير إلى محافظة ذي قار، تكون هذا الوفد من نائب رئيس العمليات المشتركة، رئيس أركان الجيش، قائد الشرطة الاتحادية، أيضا حضر قائد قوات البرية، وحضر وفد استخباري كبير إلى محافظة ذي قار. وكانت هناك خطة أمنية لمحافظة ذي قار، كانت هذه الخطة عبارة عن تعزيز القوات الأمنية الماسكة للأرض، زيادة الجهد الاستخباري، واعتقال كل من يخرب ويساعد على التخريب في محافظة ذي قار. للأسف الشديد كان هناك كثير من الأطفال المغرر بهم، كثير من المراهقين الذين استعملوا لأجل تخريب بعض الشوارع في ذي قار، وقطع الشوارع أيضا، وتم على أيديهم حرق جزء من ديوان محافظة ذي قار. بالنسبة للمخربين في محافظة ذي قار، تم اعتقال أكثر من 16 شخص باليوم الأول، باليوم الآخر تم اعتقال أيضا أكثر من 20 منهم، كلهم تم اعتقالهم بالجرم المشهود، وإما أن يكون في موبايلاتهم يعني تلفوناتهم تسجيلات فيديوية وتسجيلات تدين العمل الذين قاموا به.